السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وين ما تكونون بكل خير وسلامه. رجعنا لكم فيديو جديد وروتين جديد، وهالمره الفيديو شويه مختلف، كله خضار وزرع وهالسوالف، خاصه الاشخاص اللي يحبون هالزرع والشغلات الخاصه بها اكيد حيحبون الفيديو. اكيد بدايه الفيديو نقول صلاتي على محمد وال محمد، واكيد نبدي بالفيديو وياكم. طبعا هنا اليوم انا واختي رحنا جبنا شغلات زرع للبيت. الصراحه اكو اماكن بالبيت انه عاجبني انه اخلي بيها زرع، احسن ما تكون فارغه وهم بنفس الوقت تحلي المكان. فهذا المكان رحنا له، اختاريت انا نوع الزرع، انا ما اعرف بيهم هالقد، يعني اختي اكثر خبره بيهم. فهنا اختارينا هذا الزرع اللي موجود بالتيك توك، وطبعا هنا اول مره اركب التيك توك، صراحه كنت كلش خايفه منعتها، بس الحمد لله وصلنا بسلامه. وطبعا بعدها لقيت بابا، انا وصيته انه يجيب لي سندانه تكون عريضه، لان هذا المكان اللي عندي اليوم الدرج الصراحه باقي فارغ. فأنا جبت هنا سندانتين، وهم يعني بنفس الوقت لقيت جايب السندانة، فسبحان الله صار سوية. فهنا حتى نبدأ نسويها فجهزناهم. وطبعا هنا كانت السماء شوية مغيمة، ومثل ما تشوفون هذا الفيديو طبعا صعدنا للسطح وسويته لكم، يعني سبحان الله المنظر صار كلش حلو، والفيديو صار راح تهمين صار بعد أحلى. فهنا بما أنه حصير مطر وفعلا زختها مطرة كلش قوية، فهنا خليناهم على جهة. وهنا لقيت بابا هم جايب كل هذا الزرع اللي بالمنور، همين هم مرتبة، يعني قال على ثاني يوم حتى شنو شوية مثل ما نقول المطر يروح أو يخف، يلا نبدأ نشتغل عنهم. فهنا طبعا من نزلنا قبل لا أسوي عشاء، مرحنا السوق، طبعا أنا جبت وياها همين فلافل عجينة جاهزة، وحسوي وياها نواشف همين، ونسوي الفلافل طبعا كلش طيبة ذاك كانت بالبيت. فهنا صورت لكم هذه طيور الحب، بس يعني مرتاحت لها طيرتهم لان قمت اتقرب بهم. فهنا عندنا هذا الفلافل اللي هو تجي عجينة جاهزة، بهر لي اياها وجبت وياها همين عنبة، وعندنا احنا باذنجان بالبيت وطماطي وبتيت السلق، اسويها بطريقة كلش حلوة همين حشوفكم اياها. هنا طبعا بالبداية اقطعها على شكل مكعبات، واضيف لها مي فاير، يعني يكون انا هنا غلاية غليت مي وخليت عليها، يعني ما تخلون مي بارد حتى تبقى القطعة نفس شكلها. فالحمسة اللي حسويها بها بعد ما تجهز وتنسلق عندي حتكون كلش طيبة، طبعا بابا كلش يحبها وما مهم يعني. فهنا طبعا بعد ما خليت البوتيت تنسلق على جهة، هنا عندي حبدي اقلي الفلافل. الفلافل طبعا هي تتبيلتها جاهزة وكاملة، مجرد انه انا اضيف لها شوية فلفل اسود واضيف لها ملح، وطبعا للي يحب يضيف سمسم او اي شيء ثاني، يعني هذا شيء اختيار انا ما عندي الصراحة، فما ضفت انا كل مرة اضيف اذا اجيبها. فهنا بديت اقلي الفلافل، وهمين اختي حسوي وياها طماطم، مسويين هم زلاطة عادية اللي هي زلاطة طماطم وخيار. وطبعا هنا بترعت فد مرة وزختها مطرهم كلش صار اقوى، طبعا اكيد صورتكم اياها بس بعد ما اخلص العشاء مالتنا، هم صورتكم شوي اجواء المطر. وتكون هم جهزت عندنا البوتيتا بدت تنسلق. هنا طاوة طبعا تطلع كلش طيبة، والطاوة الفافون. هنا اضيف زيت الزيتون، واحتاج مجرد بابريكا، فلفل اسود وملح، واذا بهارات الدجاج تحبون تضيفوها، انا الصراحة اضيفها باغلب الاكلات تطلع كلش طيبة. فهنا ملحتها وضفت هنا هذا البهارات، طبعا ما الدجاج بيها شوية نكهة خضار قوية تطلع كلش طيبة، اعتقد ريحان او كرفس ينطيها طعم طيب. هنا خليتها وتنحمس وياها، قلبتها وشوية بابريكا همين، بالبابريكا تطلع أطيب من الكركم، جربوها على ضمانتي. وهنا باذنجان قطعناه ناعم، وهنا هم كنا مشتهين الرق والبطيخ مسوينا، وأكيد سهمكم العافية وربي يشبع كل جوعان. بعدها حننتقل أغسل المواعين وشوف هذه الأجواء الحلوة، ونشوف ثاني يوم بعد ما سوينا زرع. مدام بعدكم بداية الفيديو ضيفوا لنا اللايك حتى شجعوني استمروا وياكم.
ورجعنا لكم هنا بعد ما غسلت المواعين وكملتها، وبالإضافة همين غيرت المفرش مات الميز الطعام، وهنا طفيت كل الأضوية. وهنا ثاني يوم بدت الشمس تطلع، ومثل ما نقول خف المطر. هنا لقيت هم بابا الصبح جايب لنا معدل هذا الزرع طبعا، وجايب لنا هذا السناديل الكبيرة اللي هي خضار، يعني مثل ما نقول مو مثل ورد أو شيء، هيك مجرد خضار كلش حلو. هذا المكان الفارغ اللي عندي، ولو الحائط شوية متوسخ إن شاء الله على يوم يا أما أنظفه، أحاول إذا تنظف وياي وصار حلو، أو إذا ما صار يعني مثل ما نقول مخربط أكيد أجيب لون صبو وأصبغه وأكيد حشاركه وياكم. حنبتدي هنا طبعا بما أنه مكملين بالمنور الزرع الثاني، حنسوي هذه السندانة اللي هي تكون يم الدرج. أختي طبعا هي حسويها، فأني حخليكم تكملون الفيديو، بس أكيد بالبداية أقول لكم طبعا هذه السندانة طويلة واللي هي حجمها تكون شبير. بالبداية حنثقبها، اللي هي موجودة الثقوب مجرد هي بسكين تنفتح، لكن احنا ما كنا نعرف بالبداية، فدرنا فيه خشن نحميه على النار وبعدين نثقب به السندانة من جوا على مود توصلها المي او هيك شيء، ما اعرف انا بالزرع يعني مهجد. هنا طبعا بعد ما فتحناها صورت لكم هذه شويه الاجواء، وحنبتدي وياكم طبعا تسوي السندانه وتخلي التراب او هذه الشغلات اللي هي تعرفها. انا حخليكم تكملون الفيديو للنهايه، اتمنى ان شاء الله اليوم الفيديو عجبكم، اتمنى ما تقصرون وياي باللايك، واللي زايرني اول مره لا تنسوني اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. وبالاخير اقول لكم مع السلامه، انتظروني الفيديو الجاي، واللي ما ضايف لايك لحد الان ضيفوا اللايك وشاركوا فيديوهاتي ويا احبابكم واصدقائكم حتى تكبر قناتنا وتوصل اكبر عدد من المتابعين. مع السلامه.